بتيجي على هاي فاهم هاي السبورة خلاص باخذ معطياتها وبحط مع السبورة وخلاص ماشي الحال. تساوي كم؟ صفر. فتصبح المعادلة في الطرف الأيمن سين لوحدها، أصبح المتغير لوحده على طول. حلها أنه تتكون من دائرتان القاعدتين ومستطيل وهو الوجه الجانبي لهذا الأسطوانة. السؤال الأول ماشي من وين أنت؟ سين صحيح. المعادلات صحيح. هي جسم متولد من دوران مستطيل حول احد اضلاع دوره كامله كما نلاحظ في الصوره، وهي احد المستطيل ورق وصنعناه ولفناه حول نفسه يصنع هذه الاسطوانه ببساطه بدون اي